أهلا بكم مشاهدينا في الليلة، معكم أنا علي نشوان، ونناقش فيها بعد تعليقه جلسة مناقشة خارطة الطريق أسبوعا آخر. مجلس النواب يشكل لجنة لتعديل الإعلان الدستوري بالتشاور مع الأعلى للدولة، والأخير يطالب بطرح الدستور للاستفتاء وإجراء الانتخابات بأسرع وقت لا الاقتصار على تغيير حكومة الوحدة. تطورات تأتي بعد تحديد عقيلة صالح جلستي الأسبوع القادم موعدا لترشيح واختيار رئيس حكومة جديد، وهي خطوة اعتبرها عبد الحميد دبيبة محاولة لعودة الانقسام في البلاد. نتساءل في حوار الليلة عن واقعية تعديل الإعلان الدستوري في ظل مطالبات بالاستفتاء على المسودة، كما نناقش موقف مجلس الدولة من أسرار عقيلة على تغيير الحكومة ومستقبل المرحلة القادمة في ظل الخلافات القائمة. قبل ذلك أترككم مع نشرة إخبارية مفصلة نتعرف على عناوينها مع أماني عمر. شكرا علي. تتابعنا في عناوين الليلة. النواب يشكل لجنة لتعديل الإعلان الدستوري، والأعلى يقول إن الحديث عن تغيير الحكومة قبل إقرار الدستور مخالفة جذرية. دون توافق على هيكلتها، مجلس الأمن يصوت على تمديد عمل البعثة حتى نهاية إبريل المقبل. 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وأجملي الوفيات يتجاوز 6000 منذ بدء الجائحة. يشاركني في تقديم نشرة الليلة زميل آزم حبيب. نعم، إذن نتابع في نقطة نقاش. حكومة الوحدة تدشن مشروع استكمال الطريق الدائري الثالثة بالعاصمة طرابلس الذي ستنفذه مجموعة ائتلاف الشركات المصرية. الحكومة وخلال احتفالية التدشين أعلنت عن توقيع عقد لإنشاء طريق جالو وجدابية، إضافة إلى إنشاء وتوسيع طريق بارغات. نتساءل عن أهمية الإعلان عن هذه المشاريع في هذا التوقيت، ولماذا اختيار مصر دون غيرها لتنفيذ هذه المشاريع؟ وهل هي فعلا مشاريع لعودة الحياة أم مجرد تبديد للأموال كما يصفها معارضها؟ وفي ليلتنا جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية، تعرف عليها مع محمد اليونسي ومازن رجوع. لكم في ملفنا الاقتصادي لهذه الليلة، جدول المرتبات الموحد زي ما ذكرنا راح يحقق نوع من العدالة والمساواة. المالية تقترح 3 جداول مرتبات على مجلس النواب، وتقول أن ميزانية المرتبات العام الجاري قد تصل إلى 55 مليار دينار. ولدينا في الجولة الرياضية، المنتخب الوطني يرد اعتباره أمام مستضيفه الكويتي بثنائية في ثاني ودية بين المنتخبين خلال أيام. إذن مشاهدينا، كانت هذه أبرز ملفاتنا الإخبارية لهذه الليلة، ألقاكم على رأس الساعة المقبلة، فابقوا معنا. قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن جلسة الثلاثاء خلصت إلى تشكيل لجنة بالتشاور مع الأعلى للدولة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري للتصويت عليه من قبل البرلمان واعتماده مشروعا للدستور. وأوضح بليحق في تصريح صحفي الثلاثاء أن النواب اتفقوا على إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم، ومطالبة لجنة المالية بالمجلس بضرورة إحالة قانون المحافظة الاستثمارية بأسرع وقت ممكن. أضاف بليحق أن النواب أكدوا على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي. هذا وعلق مجلس النواب جلسته اليوم إلى الأسبوع المقبل عقب مناقشة مخرجات لجنة خارطة الطريق.
من جهته حث المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب على التعاون لإنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب بأسرع وقت للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات. واعتبر الأعلى للدولة في بيان له ما صدر عن مجلس النواب بالانطلاق فقط في مسار تغيير السلطة التنفيذية قبل تعديل الإعلان الدستوري مخالفة جذرية. دعا الأعلى مجلس النواب إلى التقيد بما تم الاتفاق عليه معتبرا اتخاذ أي إجراء أحادي من قبل النواب أمرا مرفوضا وغير قابل للتطبيق وفق نص البيان. وفي ذات السياق قال عضو هيئة الدستور المقاطع عسنوسي حامد إن مجلس النواب يحاول الهيمنة على المرحلة الانتقالية عبر خلق جسم موازن لوضع الدستور متجاوزا الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي. أوضح حامد في تصريح للأحرار أن السلوكيات التي وصفها بالعبثية من رئيس مجلس النواب لخلق أزمة سياسية ودستورية هي للبقاء في المشهد أطول مدة وفق قوله، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية بدعم البعثة الأممية وتأجيل الانتخابات الرئاسية ما بعد وضع دستور دائم. ونوه العضو المقاطع إلى ضرورة إرجاع مسودة الدستور غير التوافقية لهيئة الدستور للحوار، وذلك لتعديلها لتكون مقبولة ومن ثم الاستفتاء عليها والانتقال إلى المرحلة الدائمة. إذن علقت جلسة مجلس النواب إلى الأسبوع المقبل على أن يتم المضي في تكليف لجنة خبراء بهدف وضع تعديلات على الدستور. رئيس مجلس النواب عقيل صالح أكد ضرورة تشكيل لجنة للدستور بالتشاور مع الأعلى للدولة، مشترطا أن يكون غالبيتها من الخبراء ويجرى اختيارهم بشروط محددة خشية وقوع تعارض وفق تعبيره، مشددا على أولوية لجنة مراجعة البنود الخلافية في مشروع الدستور للتصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعا للدستور ومن ثم إحالته للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه. وعليه فإن مجلس النواب تخلى عن مقترح تعديل مسودة الدستور عبر لجنة 24 وقرر تعديل الإعلان الدستوري عبر لجنة يكون أغلبها خبراء قانونيين بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة. بدوره أكد الأعلى للدولة وجود تفاهمات مبدئية مع النواب تتمثل في الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس الاستفتاء على الدستور وفقا لصيغة التعديل الدستوري المطلوب لإنجاز هذا الاستحقاق، وعلى تغيير السلطة التنفيذية بعد إجراء التعديل الدستوري المقترح. الأعلى للدولة نوه أيضا إلى أن ما صدر عن مجلس النواب بالانطلاق فقط في مسار تغيير السلطة التنفيذية قبل اتخاذ خطوات عملية وموازية بشأن تعديل الإعلان الدستوري والمضي قدما نحو اتفاق نهائي بشأن خارطة الطريق بمساراتها الدستوري والتنفيذي والأمني والمصالحة الوطنية يعتبر مخالفة جذرية، داعيا مجلس النواب إلى التقيد بما تم الاتفاق عليه معتبرا الاستمرار في ذلك إجراء أحاديا مرفوضا وغير قابل للتطبيق. وللحديث عن تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس عضو المجلس الأعلى للدولة السيد عبد القادر الحويلي. سيد الحويلي أهلا بك. إذا بداية، ما موقفكم كمجلس الأعلى للدولة من مساعي النواب في تشكيل حكومة جديدة توصف من قبل البعض بأنها إطالة لمرحلة انتقالية دون جدوى أخرى؟ سيد عبد القادر هل تسمعني؟ سيد عبد القادر، طيب يبدو أن هناك خلل مع في الاتصال مع السيد عبد القادر الحويلي عضو المجلس الأعلى للدولة، نشكرك. قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إن الحكومة مستمرة في عملها حتى تسلم مهامها لسلطة منتخبة من الشعب. وأوضح حمودة في تصريح لليبيا الأحرار أن المجتمع الدولي يدعم خريطة الطريق المنبثقة عن الاتفاق السياسي وضرورة تحديد موعد جديد للانتخابات ومعالجة المسائل التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها.
في سياق متصل، قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق انه سيتم اختيار لجنة خارطة الطريق للتشاور مع مجلس الدولة لعرضها في الجلسة المقررة يوم 8 من الشهر الجاري لاختيار رئيس الحكومة، فيما جلسة 7 من فبراير ستخصص للاستماع للمترشحين. وأضاف بليحق في تصريح صحفي أن النواب اتفقوا على عرض أسماء النواب الذين تولوا مناصب حكومية أو شركات أو مؤسسات أو انقطعوا عن العمل بالمخالفة للقوانين والإخلال بواجباتهم. يستمر المشهد السياسي في التفاعل والتجاذب ليشكل ثلاثة أطراف أساسية تتمثل في مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية محليا وطرف دولي، ويتمثل في تحركات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز وتصريحات السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند من جهة أخرى. عدد من أعضاء مجلس النواب باتوا اليوم يقفون على طرف ويدفعون باتجاه تغير السلطة التنفيذية بحجة انتهاء ولاية الحكومة التي تم سحب الثقة منها في نوفمبر الماضي، كما يتحجج هؤلاء في إصرارهم على إسقاط حكومة الوحدة الوطنية بما يصفه رئيس مجلس النواب عقيل صالح بفشل الحكومة في إنجاز الانتخابات وإرباك دبيبة للانتخابات الرئاسية بعد أن ترشح لها، كما يضع ما يقول بأنه سجل الفساد في الحكومة الحالية الذي أصبح كبيرا ولا يمكن السكوت عليه. حكومة الوحدة الوطنية والتي دخلت في حالة جفاء سياسي مع رئيس مجلس النواب وعدد من النواب كانت مقدماته عند رفض الميزانية مرورا بسحب الثقة منها، الأمر الذي زاد من حدة الخلافات، غير أن الحكومة التي فضلت الصمت الأيام الماضية عبرت عن موقفها أخيرا عبر تصريحات دبيبة الذي أكد بأن حكومة الوحدة لن تسلم السلطة إلا لجهة منتخبة، واصفا ما يقوم به عقيل صالح والنواب بالمحاولات اليائسة والساعية إلى العودة بالبلاد لمربع الانقسام حسب وصف دبيبة. الموقف الدولي الذي يشكل جزءا أساسيا من الحالة الليبية عبرت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز والمبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند عن جزء منه، حيث تمسكت مستشارة الأمين العام بمسار خارطة الطريق تونس جنيف، والتي كررت في أكثر من مناسبة على ضرورة تركيز الجهد على إجراء الانتخابات لا على تغيير الحكومة. موقف ويليامز هذا وجد دعما كاملا من نورلاند الذي يمثل موقف واشنطن المتمسك بإجراء الانتخابات التي ستمهد لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا وعلى رأسها فاغنر الروسية. وفي الوقت الذي عبرت فيه الأطراف المحلية الأساسية عن موقفها من هذه المرحلة السياسية، كما لم تخفي فيه واشنطن والأمم المتحدة والتي مدد مجلس الأمن لها مهمة البعثة في ليبيا حتى نهاية إبريل القادم تصوراتها للحل، تستمر أطراف إقليمية وعلى رأسها تركيا ومصر والإمارات في الإحجام عن إعلان موقف واضح من خطوات البرلمان الساعية لتغيير الحكومة. مرة أخرى ينضم إلينا من طرابلس عبر الهاتف عضو المجلس الأعلى للدولة سيد عبد القادر الحوالي. سيد عبد القادر، أجدد الترحيب بك، على أمل أن تكون في الاستماع حضرتك الآن. نعم، طيب، كنت سألتك سيد عبد القادر عن موقفكم كمجلس الأعلى للدولة عن مساعي النواب في تشكيل حكومة جديدة توصف من قبل البعض بأنها ربما إطالة لمرحلة انتقالية دون جدوى أخرى تذكر. تشكيل حكومة جديدة، انتخابات برلمانية، كلها إطالة للمراحل الانتقالية. يعني نحن يجب أن يعلم مجلس النواب أن مجلس النواب الذي انتخب يوم 25/6/2014 انتهى بحكم المدة الزمنية وبحكم المحكمة، وتم تجديده وإحياؤه للحياة بالاتفاق السياسي الليبي المعتمد مجلس نواب في يوم 25/1/2016 والتعديل 11 للإعلان الدستوري وقرار مجلس الأمن الدولي 22/59. هذا أول لا. يعني الإجراءات التي يقوم بها مجلس نواب على كان صدر في مجلس على الدولة أننا نرفض أي إجراء أحادي جانب. نحن نتمسك بما تم اتفاق عليه مبدئيا بشراء بالاجتماع الغير رسمي بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس أعلى الدولة في المغرب، وأيضا اللقاءات التي جرت بين لجنة خارطة الطريق ورؤساء لجان مجلس أعلى الدولة،
ننتظر مجلس النواب أن يخرج الإعلان تعديل الثاني عشر الإعلان الدستوري كما اتفق عليه. في حالة أنه لم يخرج كما اتفق عليه فيعتبر كأنه عمل إفهادي جانب. طيب في مسألة الإعلان الدستوري سيد عبد القادر اسمح لي، كيف ترون مسألة انطلاق مجلس النواب في مسار ربما تغيير السلطة التنفيذية قبل تعديل الإعلان الدستوري؟ هذه تعتبر قفزة في الهواء كما عملوا في السابق عندما أقالوا محافظ مصرف ليبيا المركزي وعينوا السيد محمد الشكري بدلا عنه ولم يستطع أن يمارس أعماله لأن هذا الإجراء مخالف للمادة 15 من الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري. نعم. طيب مساعي النواب في تغيير الحكومة الحالية حكومة السيد عبد الحميد الدبيبة يقابلها تأكيد من رئيس الحكومة بأن حكومته مستمرة إلى حين إجراء انتخابات أو على الأقل تسليمها لأخرى منتخبة، في هذه الحالة إلى أين يسير المشهد؟ لا أعتقد أن هذا هو صحيح التصريح ربما جانبه الصواب السيد الدبيبة أصلا هو جاء باتفاق سياسي من عن طريق المجتمع الدولي ومجلس النواب ومجلس الدولة مجتمعين يمثلان السلطة التشريعية في الدولة الليبية في هذا الإطار هي الوحيدتين مهمتهم المضر في الحكومة تغيير الحكومة تغيير المجلس الرئاسي تغيير الإعلان الدستوري. فإذا اتفق فعلا رسميا بإطار شكلي واضح في الإعلان الدستوري وموضوعي واضح في الإعلان الدستوري لا يستطيع عبد الحميد الدبيبة أن يستطيع إذا مجلس النواب يعلم جيدا أن قوته بالتوافق مع مجلس الدولة ومجلس الدولة يعلم جيدا أن قوته بالتوافق مع مجلس الدولة وهم ممثلين للشعب وهم الذين يقررون أن تبقى الحكومة أو لا تبقى وهم مجتمعين وهم الذين يقررون للمناصب السيادية سواء مصرف ليبيا المركز ديوان المحاسبة الرقابة الإدارية مكافحة الفساد النائب العام. نحن اتفقنا على النائب العام، رأيت كيف اتفقنا على النائب العام وتم تكليف السدود السور بالتوافق بين مجلس الدولة ومجلس النواب. إذا في حالة توافق مجلس الدولة ومجلس النواب وصدر قرار بينهما مجتمعين فإن الحكومة يجب أن تغادر إذا قرر المغادرة الحكومة، وإذا قرر بقاء الحكومة أن تبقى. هذا يعتمد على يستطيع الدبيبة أن يقف ضد هذا القرار إذا اتخذه مجلس النواب منفردا. نعم. طيب سيد عبد القادر دائما تشددون على يعني إلزامية أن تكون القرارات بالتشاور ما بين المجلسين، ولكن السيدة ستيفاني ويليامز قالت بأن مجلس النواب قد انتهى تفويضه والمجلس الأعلى للدولة انتهت صلاحيته، فكيف ترد على هذا التصريح؟ من السيدة ستيفاني هذا التصريح؟ إذا قالت هذا التصريح أنا لم أسمع منها بهذه اللهجة هذا التصريح بهذه العبارات وبهذه المصطلحات. وإذا قالت هذا التصريح هو تصريحها كان لصحيفة الجارديان البريطانية السيد عبد القادر. لا 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 هذا لا أعتقد أنه جانبها الصواب. أنا قلت أن جانبها الصواب إذا صرحت بهذا التصريح جانبها الصواب لأن الاتفاق السياسي أن المجلسين يستمدان شرعيتهما من الاتفاق السياسي الليبي المعتبر بقرار مجلس الأمن الدولي 2259. السيدة ستيفاني لا تستطيع مخالفة قرار مجلس الأمن الدولي. إذا أراد السيدة ستيفاني فعلا حل الأزمة الليبية هي التقت بجميع شرائح المجتمع الليبي وحل الأزمة الليبية تنتهي بإصدار الدستور للبلد. للأسف السيدة ستيفاني لم تلتقي بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، لم تحاول إصلاح المسار الدستوري، يعني حتى في منطقة الحوار السياسي يعني عندما اتفق المجلسين في الغردقة لم تضغط على مجلس النواب بأن ينفذ القرار المتفق عليه في الغردقة. فإذا هي تعتبر مدانة لأنها مخالفتها لقرارات مجلس الأمن الدولي الذي اعتمد الاتفاق السياسي والاتفاق السياسي الذي تستمد الأجسام شرعيتهما من هذا الاتفاق سواء المجلس الرئاسي مجلس على الدولة مجلس النواب لقرارات مجلس الأمن الدولي. كل قرارات مجلس الأمن الدولي اللاحقة تشير من 2017 إلى عند 2020 تشير إلى الاتفاق السياسي هو الإطار خاصة في مخرجات برلين المادة 25 وأيضا الاتفاق طول جنيف
في ابتداء جنبه يشير إلى الاتفاق السياسي المرجعية لحل الأزمة الليبية. نعم. نعم عضو المجلس الأعلى للدولة السيد عبد القادر الحويري كنت معي عبر الهاتف من طرابلس، نشكرك جزيل الشكر. صوت مجلس الأمن أمس الاثنين بالإجماع على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى نهاية إبريل المقبل. وأكد مندوب ليبيا الدائم بالأمم المتحدة طاهر السني وجود انقسام في مجلس الأمن بخصوص قرار تمديد ولاية البعثة وتعيين المبعوث الأممي الجديد. بإجماع 15 عضواً مدد مجلس الأمن مهمة البعثة الأممية للدعم في ليبيا تقنيا حتى 30 من إبريل المقبل وسط خلافات مستمرة بين دول الأعضاء على هيكلية البعثة ومهمتها. وخلال الجلسة طالب عدد من ممثلي الدول الأعضاء من بينهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا الأمين العام بالإسراع في تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا دون مزيد من التأخير. قرار التمديد الذي تقدمت به بريطانيا استجابة لطلب روسي يعد الثالث من نوعه الذي يصدره المجلس منذ سبتمبر الماضي، حيث أصدر وقتها قرارا بتمديد تقني للبعثة لمدة أسبوعين فقط، ثم أصدر بعدها قرارا ثانيا يقضي بتمديد ولاية البعثة حتى 31 من يناير الماضي. مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني أشار إلى أن تمديد مهمة البعثة بهيكليتها الحالية لمدة 3 أشهر جاء نتيجة انقسام داخل مجلس الأمن حول قرار التمديد وتعيين مبعوث أممي جديد للبعثة. وفي كل مرة تنعكس الخلافات القائمة بين الولايات المتحدة وروسيا على إصدار قرارات تمديد عمل البعثة وتعيين مبعوث لها، حيث تشترط موسكو أن يعين مجلس الأمن مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا الشاغر حاليا عقب استقالة يانكوفيتش، بينما ترغب واشنطن في بقاء ستيفاني ويليامز على رأس البعثة بالإنابة وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس خلال الأيام الماضية. ومن جهته اعتبر ممثل الولايات المتحدة الأمريكية السفير جيفري ديليورنتس التصويت على تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا دون المستوى الأمثل للشعب الليبي وانعكاسا سيئا على مجلس الأمن. ودعا ممثل الولايات المتحدة الدول الأعضاء بمجلس الأمن والدول المجاورة لليبيا إلى تقديم الدعم الكامل للمستشارة الخاصة للأمين العام لليبيا ستيفاني ويليامز والمشاركة البناءة في دعم جهودها. في ذات السياق جددت نائبة الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة ناتالي برودهرست دعم بلادها لعمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، معبرة عن أسفها لعدم توصل المجلس إلى اتفاق بشأن تجديد ولاية البعثة في ليبيا. ودعت ممثلة فرنسا أعضاء المجلس إلى تعيين مبعوث خاص دون تأخير وإعادة هيكلة البعثة عند تجديد ولايتها في نهاية إبريل القادم. سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 4266 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، بينها 132 حالة حرجة وبنسبة إيجابية تجاوزت 36% من إجمالي الحالات المفحوصة. وبحسب المركز فقد سجلت طرابلس أكثر من 2600 حالة، فيما سجل أكثر من 100 حالة في كل من مصراتة والزاوية الغرب والزاوية المركز والزنتان. وبحسب الأحصائية الجديدة فقد توفي 11 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء انتشار الجائحة في البلاد إلى أكثر من 6000 وفاة. بدأ اللون الأحمر يظهر على الخارطة الوبائية لليبيا ومؤشر الإصابات والوفيات يرتفع بسرعة كبيرة ومحاولات لفرض الاحترازات وإلزامية التطعيم. المركز الوطني سجل 4266 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، سجلت طرابلس منها أكثر من 2600 حالة وصنفت منطقة حمراء.
أرقام قال نائب رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس إنها غير مسبوقة وتستدعي احترازات وقائية وإقبالا أكثر على التطعيم ضد الفيروس. هذا الوضع يدق ناقوس الخطر في ليبيا ويدفع رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار يحظر دخول المواطنين والأجانب إلى جميع المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما في ذلك الأسواق الكبرى دون إبراز بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من 15 من فبراير المقبل. إجراءات يقول متخصصون إنها صعبة التنفيذ إذا لم تقرن بقوانين ردعية ناهيك عن الحاجة الملحة لإطلاق حملات توعية أكبر تشمل جميع مناطق البلاد لا سيما منطقتي الشرق والجنوب اللتين تغيبان غالبا عن الخارطة الوبائية لنقص التغطية الطبية ومتطلبات قراءة مؤشرات الانتشار من عينات ومراكز. وضع وبائي جديد على ليبيا والتي فقدت أكثر من 600,000 شخص أصيب بفيروس كورونا، وهي التي تبدو مشغولة بأزماتها السياسية والأمنية والاقتصادية غاضة البصر عن أزمة شغلت العالم وأودت بحياة الملايين. للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا ينضم إلينا من واشنطن عبر خدمة سكايب اختصاصي تشخيص الأمراض وكذلك أستاذ بجامعة جورج تاون دكتور يحيى التجوري. دكتور يحيى أهلا بك، كيف تتابع الوضع الوبائي في البلاد خاصة مع الإعلان عن دخولها في الموجة الرابعة من الفيروس وكذلك تسجيل أرقام غير مسبوقة؟ السلام عليكم، شكرا لدعوتنا. بالنسبة للمتحور الجديد اللي هو الأوميكرون سريع الانتشار لكن أعراضه أقل بكثير من الدلتا أو من بداية الفيروس في 2020. فوجدنا خبرتنا في الولايات المتحدة الأمريكية أن الانتشار بسرعة لكن سريعا ما ينتهي ويبتعد عن الساحة. الشيء الوحيد اللي احنا نشوفه فيه مع وجود حتى الفاكسين ان اعداد الوفاة اقل بكثير من الدلتا، الا ان الحالات الحرجة اللي تصاب بالأوميكرون عادة ما يكون ناس عندهم نوعا ما من فقدان المناعة بسبب أمراض الأمراض المزمنة زي الضغط السكر أو الأوتوميون ديزيز اللي هو المناعة منخفضة في الجسم. طيب دكتور، أهمية التطعيم وتحديدا أهمية الجرعة الثالثة من التطعيم في هكذا وضع في ليبيا مع نقص المشغلات وربما عدم صحة الأرقام في بعض المناطق، فأهمية اللقاح والجرعة الثالثة كجرعة تعزيزية؟ ممتاز. بالنسبة للدراسات اللي هي شفناها ان الجرعة الثالثة يعني تعمل فرق كبير في الإصابات، بحيث ان الإصابة تكون خفيفة جدا بالنسبة للناس اللي هم واخدين الجرعة الثالثة، لان الجرعة الثالثة تم البدء فيها من في حدود جون جولاي اللي فات يونيو او يوليو الماضي، ولذلك المضادات الأجسام المضادة عالية في الجسم وتستطيع محاربة الفيروس. بالنسبة للأشخاص اللي هم واخدين الجرعة الأولى والثانية كان الإصابات بتاعتهم بعض الشيء مرتفعة في الأعراض، لكن سريعا ما يحصل شفاء منها، ولذلك نشجعوا على الجرعة الثالثة طبعا أكيدا بدون شك. طيب بحسب خبرتك دكتور يحيى وحضرتك في واشنطن، ما هي يعني أبرز الإجراءات اللي ممكن على المواطن وكذلك الدولة اتخاذها في هذه المرحلة وخاصة مع إعلان بعض المناطق مناطق حمراء في التصنيف كالعاصمة طرابلس مثلا؟ نعم، بالنسبة لواشنطن في حاجتين لازم نعرفوها. أول حاجة أن الأوميكرون سريع الانتشار لدرجة أن تقبلنا الفاكت اللي هو ان
غالب البشر حيتعرضوا للوباء هذا، هي فقط ان احنا نحاول السيطره عليه بحيث ان ما يكونش في نوع من التركيز على المستشفيات وتعدى الطاقه. يعني نفهم منك دكتور اصبح في مرحله من التعايش مع الفيروس. نعم بالضبط، ولكن هي النقطه انك انت بتحاول تقلل الضغط على المستشفيات بحيث انها يستطيعوا التعامل مع الوباء. نعم دكتور يحيى التجوري اختصاصي تشخيص الأمراض وكذلك أستاذ بجامعة جورج تاون، كنت معي عبر خدمة سكايب من واشنطن، شكرا لك. شكرا. أما الآن مشاهدينا جولة في أهم الأخبار الاقتصادية رفقة الزميل محمد اليونسي، لك محمد. شكرا لك. توقع وزير المالية خالد المبروك أن تصل قيمة بند المرتبات حال توحيدها في ميزانية العام الجاري إلى ما يقارب 55 مليار دينار في بعض الجداول المقترحة لمجلس النواب، مرجعا السبب إلى تسوية الفروقات والعلاوات والإفراجات المتوقفة منذ عام 2016. منذ بداية الحديث عن توحيد جدول المرتبات في كافة مؤسسات الدولة بدأ معها ارتفاع أسعار السلع بشكل غير مسبوق في البلاد، ما يؤدي إلى مضاعفة عدد الموظفين في الدولة، وهو أمر لم يعتده الليبيون خلال السنوات السابقة. وزير المالية خالد المبروك وخلال مؤتمر صحفي توقع أن تصل قيمة بند المرتبات في حال توحيدها في ميزانية العام الجاري إلى ما يقارب 55 مليار دينار في بعض الجداول المقترحة لمجلس النواب، مرجعا السبب إلى نتيجة تسوية الفروقات والعلاوات والإفراجات المتوقفة منذ عام 2016. جدول المرتبات الموحد زي ما ذكرنا راح يحقق نوع من العدالة والمساواة، يعني لمرتبات عالية وصول 6000 7000 دينار راح ينزل، والمرتبات المنخفضة راح تطلع، فنحاول إنه يكون فيه تسوية في 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 المرتبات، وكان في اي ميزه او كذا ياخذها عن طريق اللي هو جدول الميزات اللي معد بهذا الخصوص. المبروك عرض ايضا نتائج اجتماعات لجنه الوزاريه المختصه باعداد جدول مرتبات موحده، وان بند الرواتب حتى هذه اللحظه وصل الى 33 مليارا نتيجه تسويه العلاوات والفروقات، مشيرا إلى أن عدد الموظفين بالدولة وصل إلى 2,300,000 موظف. ويرى مراقبون أنه خلال السنوات المقبلة لو لم تعطي البلاد الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في دوران عجلة الاقتصاد المتأزمة أصلا من الحروب والانقسامات السياسية، سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الوطني وكثرة البطالة في البلاد، ويصعب على الدولة حينها أن تساهم في دفع رواتب هذا العدد الكبير من الموظفين في قطاعتها. هذا وناقش وزير الاقتصاد محمد الحويج سبل تفعيل وتطوير قطاعات الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وآلية تمويلها. من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال اللموشي أن تحقيق التنمية المكانية والتنوع الاقتصادي يأتي بتفعيل قطاعات الاستثمار والمشروعات الصغرى والمتوسطة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتوفير الدعم المالي عبر أدوات التمويل المصرفية وغير المصرفية وفق خريطة مشتركة بين المؤسسات ذات الاختصاص. من جهته أكد اللموشي على دور البنك المركزي في توجيه المصارف لفتح باب الدعم والتمويل للمشروعات الاستثمارية التي تحتاج للتمويل اللازم.
بحث رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات المكلف رجب خليل الوضع الراهن لشركة ليبيانا وتذليل كافة الصعوب لتمكين مجلس إدارتها من القيام بمهامه على الوجه المطلوب. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا للهاتف المحمول عبد المنعم الحجاجي بمقر الشركة القابضة لمناقشة العديد من القضايا التي تهم القطاع وإمكانية تطوير الخدمات وإيصالها لكافة مستحقيها من الزبائن والمواطنين الليبيين. نفت وزارة العمل صلتها بإعلان السفارة الليبية في القاهرة فتح باب التأشيرات أمام العمالة المصرية. قالت الوزارة في منشور تحصلت الأحرار على نسخة منه إن الوزارة لا تتحمل أي تبعات إدارية أو قانونية تترتب على هذا الإجراء وفق وزارة العمل والتأهيل. هذا وأوضح وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا خطة عمل الوزارة والبرامج التي تسعى لتنفيذها، واستعرض العابد المشاكل التي تواجه تنظيم سوق العمل من التفتيش العمالي والسلامة المهنية وغيرها، وذلك بلقائه بعدد من الصحف ووكالات الأنباء والمواقع الإخبارية المحلية، كما تطرق لعرض برامج التدريب والتأهيل وإعادة الإدماج والمرأة وذوي الإعاقة وإطلاع وسائل الإعلام عليها. اتفق رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال مع مدير عام مصلحة الجمارك سليمان علي على إعداد محضر بين المصلحتين لتوضيح المهام واتخاذ ما يلزم لتنظيم العمل بما يسهم في تعزيز الإجراءات الجمركية بالمطارات. ووفقا لمصلحة المطارات على فيسبوك، ناقش الطرفان العراقيل التي تواجه مصلحة الجمارك في أداء عملها بالمطارات والاحتياجات اللازمة لتسيير العمل بالشكل المطلوب. نهاية جولتنا الاقتصادية مشاهدينا الكرام، العودة الآن إلى الزميلين آزم وأماني. إليكم. شكرا محمد. دشن بالعاصمة طرابلس مشروع استكمال الطريق الدائري الثالث في طرابلس بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. تم خلال الاحتفالية احتفالية التدشين توقيع عقد إنشاء وتوسعة طريق جالوج دابيا بمسافة 252 كيلومترا، إضافة إلى توقيع مشروع توسعة طريق باريغات بمسافة 360 كيلومترا والتي ستنفذها مجموعة ائتلاف الشركات المصرية. هذا وانطلقت أعمال تنفيذ مشروع صيانة طريق براك الشويرف البالغ مسافته 140 كيلومترا. تأتي العملية ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقتها الحكومة والتي تهدف لإحياء مشاريع التنمية في البلاد. ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية والتي تهدف إلى إحياء مشاريع التنمية في البلاد، تم البدء في تنفيذ مشروع صيانة طريق براك الشويرف قطاع البرطمة البالغ 140 كيلومترا. بدأنا فعليا بصيانة طريق براك الشويرف القطاع الأول بطول 70 كيلومتر. الحمد لله تم فتح مسار خدمي لمرور مركبات المواطنين، ومن ثم بدأنا في كشط الطبقة الأسفلتية للمرحلة الأولى بطول 1.3 كيلو، والحمد لله إن شاء الله الأعمال مستمرة ونسأل الله التوفيق. العمل شملت قشط وإزالة طبقات الرصف المتضررة وإعادة رصفها وفتح مسارات لتسهيل عملية تنقل المواطنين حتى تنتهي أعمال الصيانة للطريق الحيوي والذي يمثل شريان الحياة للمنطقة الجنوبية. ما شاء الله بدأت الشركة في العمل بطران، إن شاء الله نتمنى أن يزيد من التصليحات واحد، لأن كنا نعاني معاناة شديدة حق يعني بعد سنين. ويأمل المواطنون استمرار العمل دون توقف للشركتين المحليتين المتعاقد معهما على مشروع صيانة الطريق وفقا للبرنامج الزمني الموضوع لهذا المشروع. معي عبر الأقمار الصناعية من مصر الكاتب السياسي والاقتصادي أيوب البراني. سيد البراني، ما أهمية هذا الإعلان عن هذه المشاريع في هذا التوقيت بالذات؟ نعم سيد الفاضل، بالتأكيد هذه المشاريع تمثل الكثير لسكان المدن وسكان الأقاليم التي لم يصل فيها مشاريع التنمية منذ 11 سنة.
يعني الآن نتحدث عن أكثر من 750 كيلو متر من الأسفلت يتم مدها في عمق الصحراء، ويتم مدها في الأماكن البعيدة في شرق وفي جنوب ليبيا. وهذا حقيقة يعد في حد ذاته إنجاز كبير جدا، لأنه يمثل تحديات أمنية كبيرة، يمثل تحديات مالية أكبر. وبالتالي فإن البدء في مثل هكذا مشاريع يحقق التوازن الاقتصادي المطلوب الآن في السوق المحلية، ويحرك عجلة دوران رأس المال في السوق الذي يعاني أيضا من الكساد، لأن كما تعلم هذه المشاريع لا تخدم فقط يعني الهدف المراد لها، وإنما أيضا تضيف رأس مال للسوق وتقوم بتحريك عجلة، تساهم في تحريك عجلة رأس المال في السوق. يعني المقاول يستفيد، التاجر يستفيد، المورد كذلك، وبالتالي يأتي المستفيد الأخير وهو مستخدم هذه الخدمات من طرق وجسور وما إلى ذلك. طيب، لكن هل هي فعلا كبيرة جدا في هذا؟ نعم، هل هي فعلا مشاريع لعودة الحياة، أم هي لربما مجرد تبديد الأموال كما يصفها معارضيها، معارضي الحكومة ومعارضي هذه المشاريع؟ نعم سيد الفاضل، نحن بددنا منذ 11 عاما مليارات المليارات، وذهبت كلها في الهواء، ولكن هذه هي المرة الأولى التي نبدد المليارات وتذهب في تنفيذ المشاريع. فإذا كان يعني التمديد بهذا الشكل فمرحبا بالمزيد منه. إذا كان تبديد الأموال سيعطي لنا الطرق وسيستكمل المشاريع المتوقفة منذ يعني 11 سنة، إذا كان تبديد الأموال سيساهم في حركة السوق وخلق فرص عمل جديدة وكذلك خلق بدائل للمرتبات الحكومية، فمرحبا بالتمديد. أقولها يعني صراحة، الذين ينتقدون الحكومة وعمل الحكومة في صرف المشاريع ربما لهم أسبابهم أو لهم وجهة نظرهم، ولكن مراقبة هذه المشاريع وتحديد أسعارها حقيقة له جهات تختص به، جهات بعينها تراقب هذه العقود وتشرف عليها وتقارن حتى الأسعار. ولا ننسى أن ليبيا اليوم العمل فيها يعتبر عمل عالي المخاطر، حتى شركات التأمين الآن الدولية التي تقوم بالتأمين على المشاريع في ليبيا تكلف يعني في تكاليف باهظة، لأنها تعتبر اليوم ليبيا دولة عالية المخاطر، وبالتالي تكلفة التأمين عالية. وأيضا الشركات الأجنبية لم ترجع إلى ليبيا منذ 11 سنة، الآن أحجمت عن العودة إلى ليبيا وتركت مشاريعها ورافعها معلقة، وبالتالي نحن نحتاج الآن إلى شركات شجاعة تأخذ القرار. طيب، هذه الشركات وهذه المشاريع كانت متوقفة بالفعل كما أشرت هنا سيد البراني، لكن هذه المشاريع الجديدة هل ترى أنك بأنها ستنتهي بالفعل، سيتم تنفيذها بالفعل على الأرض، أم سيكون مصيرها مثل المشاريع الأخرى التي بدأت ثم انتهت؟ يعني في الواقع المشروع، لأجل أن تبدأ المشروع يحتاج إلى إرادة حقيقية، ويحتاج إلى أن ترصد القيمة له، وهذا تحقق في جزئيه، الإرادة والنية تحققا، الأموال أيضا رصدت، وبالتالي لا نحتاج الآن فقط إلى أجهزة رقابية تتابع تنفيذ هذه المشروعات، وأيضا إرادة وطنية شعبية. لا نستطيع الآن أن نقول أن يعني طريق في براك الشاطئ أو طريق في أوجل أجدابية لا يمكن أن ينفذ بدون تكاثف الأهالي. يجب على الأهالي اليوم أن يحموا هذه المشاريع ويحموا هذه الشركات ويساهموا في إرساء دعائم العمل. يعني لاحظنا في السنوات الماضية هناك شركات دخلت بالفعل، مثل الشركة التركية التي نفذت محطة كهرباء أوباري، يعني اختطف لهم مجموعة من المهندسين والعمال، وبالتالي هذا يشكل خطر كبير جدا ويهدد وجود الشركات الأجنبية في البلاد. وبالتالي تكاتف الجهود الوطنية للمجتمعات المحلية يساهم في الحفاظ على هذه المشاريع. يجب عليهم المطالبة بحقوقهم الكاملة ونيلها والإصرار على استكمال المشاريع المتوقف وتنفيذ المشروع الخدمية الجديدة، وهذا حقيقة ما يمكن أن يضمن استمرار عمل هذه الشركات. النقطة الثالثة هي جدوى هذه الشركات وماهيتها وحجمها وإمكانياتها في التنفيذ. نحن اليوم أمام مشاريع حوالي 750 كيلو، مشروع يعني مد طرق أسفلت وما ذلك، هذه مشاريع لا تحتاج إلى خبرة كبيرة، فبالتالي نقول يعني نسبة نجاحها ستكون عالية جداً.
خلافا على المشاريع الأخرى المعقدة. طيب يبقى ربما التساؤل هنا سيد البراني، لماذا مصر، لماذا اختيار مصر لتنفيذ هذه المشاريع؟ هل لها أي دلالة وبعجالة لو سمحت؟ نعم، اختيار مصر في هذه الحالة لأنها دولة ارتضت أو قبلت أن تعمل في مثل هكذا ظروف، كانت أسعارها كما يعني أعلنت الحكومة أنها منافسة للشركات الأخرى، وبالتالي يعني أنا كمواطن ليبي أرحب بأي شركة أجنبية تعمل في ليبيا ما إن قبلت أن تعمل في هذه الظروف العالية المخاطر. فقط يعني مصر اختارت أن تجازف بحكم أنها دولة مجاورة، حتى اللوجستيك كان من السهل أن تقوم به مصر، وبالتالي فازت بهذا العقد. الكاتب السياسي والاقتصادي أيوب البراني، شكرا جزيلا لك. ملان مشاهدينا نذهب إلى جولة في أهم الأخبار الرياضية مع زميل مازن جوبا. إليك مازن. شكرا لكم. فاز المنتخب الوطني لكرة القدم على مستضيفه الكويتي بهدفين نظيفين في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم. منتخبنا نجح في رد اعتباره أمام مستضيفه الذي فاز عليه بثنائية قبل أيام في الودية الأولى. عمر الخوجة سجل أول أهداف منتخبنا في الدقيقة 24، في حين أمن فضل سلامة الفوز بالهدف الثاني ثوان قبل صافرة النهاية. يواصل فريق الاتحاد تحضيراته بتونس استعدادا لإياب الدوري الممتاز وانطلاق دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية. تدريبات الاتحاد بالملعب الجانبي بالمنزا شهدت التحاق المحترف الكولومبي الجديد يوبر إسبريليا الذي انضم مؤخرا لقائمة الفريق. هذا ويحاول المدرب التونسي محمد الكوكي سد ثغرات الفريق قبل خوض أولى لقاءات دور المجموعات بالكونفدرالية أمام شبيبة القبائل الجزائري في 12 من فبراير الجاري. تعاقد الأهلي طرابلس مع اللاعبين التونسي أيوب عياد والتوغولي أوغبوزو لتدعيم صفوف فريق كرة القدم. التونسي عياد والتوغولي أبيوزو سيكونان تحت تصرف المدرب التونسي فتحي جبال في إياب الدوري الممتاز ومجموعات الكونفدرالية الإفريقية التي سيواجه فيها الأهلي في الجولة الأولى بيراميدز المصري في 11 من الشهر الحالي بملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة. في أخبار الميركاتو أيضا، تعاقد الاتحاد المصري مع التونسي محمد الرجوبي في إياب أو لتدعيم صفوف الفريق في النصف الثاني من الدوري الممتاز. إدارة الاتحاد المصري أعلنت إنهاء إجراءات ضم اللاعب التونسي لزيادة الزاد البشري لمدرب الفريق مراد العقبي لتحقيق نتائج جيدة في النصف الثاني من الموسم. يشار إلى أن الاتحاد المصري قد أنهى مرحلة الذهاب وهو في المركز الخامس في المجموعة الثانية ولديه 11 نقطة. تنطلق الخميس مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفين لكرة اليد بثلاث مباريات بقاعة نادي بنغازي الجديدة. الأسبوع الثاني سيفتتح بمواجهة فريقي النجمة واتحاد الشرطة، فيما يصطدم بنغازي الجديدة بحامل لقب الأهلي طرابلس في المواجهة الثانية، في حين يواجه الأهلي بنغازي فريق الاتحاد، بينما يستقبل المروج فريق الجزيرة في ختام مباريات الخميس، على أن تختتم مباريات الجولة الجمعة بلقاء الهلال والنصر. أخيرا، في مبادرة تعتبر الأولى من نوعها في الوسط الرياضي بالجنوب، كرمت مؤسسة كن مصلحا للعمل الحقوقي وتنمية المجتمع، كرمت بعضا من الرياضيين القدامى في الرياضات الفردية وكذلك الجماعية بمدينة سبها. الحفل الذي أقيم بقاعة الاجتماعات بالمؤسسة بسبها حضره عدد من الرياضيين ورؤساء الأندية في المدينة، تخلله منح درع الرياضة للبطل السابق في ألعاب القوى رمضان سامو نظير ما قدمه على المستويين المحلي والدولي. وصلنا مشاهدينا إلى ختام جولتنا الرياضية، من جديد إلى آزم وأماني، إليكم.
شكرا ناصر. قامت إدارة شؤون المخازن بمصلحة المرافق التعليمية مسلاتة في توزيع دفعات من الكتاب المدرسي على مدارس التعليم الأساسي والثانوي التابعة لمراقبة تعليم مسلاتة. وذكر مدير إدارة المخازن فرع مسلاتة أن إجمالي الوارد من الكتاب المدرسي لمواد مرحلة التعليم الأساسي بلغ نسبة 26%، بينما بلغ إجمالي ما وصل من الكتاب المدرسي لمواد مرحلة التعليم الثانوي نسبة 59%. تستمر إدارة المخازن مسلاتة في توزيع الكميات الواردة إليها على مدارس المدينة في انتظار ورود باقي الدفعات الخاصة بالكتاب المدرسي لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي. نشكر طبعا إدارة مركز المناهج، كانت في السنوات السابقة 10 سنوات السابقة توفر الكتاب المدرسي في وقتها وبكميات ما شاء الله كميات معناها كثيرة جدا. المشكلة اللي صارت السنة هذه مشكلة يمكن أن يعتبر واحد من إدارة المخازن أن هي المشكلة الرئيسية في وزارة التعليم في تسيير البرنامج الكتاب أو توريد الكتاب، ما نعلمش بالضبط المشكلة اللي صايرة بالضبط. اليوم استلمنا مجموعة من الكتب من وحدة المخازن لمصلحة الوسائل، وكانت الكتب نسبة الاستلام تاعها حوالي 20% النسبة، وأغلبية الكتب اللي هي في الفصل الثاني طبعا في عزل في الفصل الأول، والمفروض هي العام هذا المفروض أن الكتب كانت توزع قبل بداية العام الدراسي، ولكن للأسف اللي هو هذا الواقع اللي صار. يشتكي طلبة مدرسة تساوى الثانوية ببلدية وادي عتبة من عجز في بعض المواد الدراسية بسبب عدم توفر معلمين في بعض التخصصات إلى هذا الوقت. هذا الأمر أثر سلبا على نتائج المرحلة التعليمية. نتابع. أقل من 5 أسابيع تفصلنا عن انتهاء الفصل الدراسي الأول لهذا العام، ولا يزال طلبة مدرسة تساوى الثانوية ببلدية وادي عتبة يعانون من عجز في بعض المواد الدراسية بسبب عدم تواجد معلمين في بعض التخصصات إلى هذا الوقت، الأمر الذي أثر سلبا على نتائج المرحلة التعليمية. الآن ما عندناش أبلة لغة عربية، ونتمنى أن نلقى مدرسة في اللغة العربية تدرسنا. من بداية السنة حاليا ما فيش أبلة لغة عربية. مجلس الآباء بالمدرسة تدخل لحل هذه المعضلة بعد أن خاطبت إدارة المدرسة مراقبة التعليم بوادي عتبة لتغطية العجز لأكثر من 4 خطابات دون جدوى. ومن أجل حل المشكلة تمت الدعوة لاجتماع طارئ لمجلس الآباء مع إدارة مدرسة تساوى الثانوية، والذي توصل فيه إلى تكليف بعض المعلمين المتقاعدين لتغطية العجز، ويتم تسديد مكافآتهم من قبل أولياء الأمور إلى حين إيجاد معلمين يتم قبولهم من قبل المراقبة. نحن كمجلس الآباء اجتمعنا وعلى الفور بحثنا على مدرسين، في بعض المدرسين مش متعينين بحثنا عليهم والآن يباشروا في عملهم من هذا اليوم. النقطة الثانية بحثنا على مدرسين متقاعدين في مادة اللغة العربية وجبناهم للمدرسة وقلنا لهم لازم يتعاونوا معنا داخل المدرسة، ونحن كمجلس الآباء سنقدم لهم منحة شهريا بإذن الله. رغم اللي هي مراسلتنا لمراقبة التعليم منذ بداية العام الدراسي بشأن العجوزات، وأيضا وافيناهم بمراسلات أخرى بهذا الخصوص، ولكن لم يتم تغطية هذا العجز القائم إلى حد هذه اللحظة. ويوصي مجلس الآباء بالمدرسة الجهات المعنية بتغطية العجز وتوفير المدرسين قبل موعد انقضاء العام الدراسي. مع شدة برودة الطقس تزداد ساعات طرح الأحمال بمدينة غريان. نعم أمالي، وهو ما أثر سلبا على حياة المواطنين كثيرا. نتابع هذا التقرير. أزمة انقطاع الكهرباء، الأزمة القديمة والمتجددة مع كل ذروة شتاء أو صيف. مدينة غريان كباقي مدن الجبل الأخرى يستمر انقطاع الكهرباء فيها ساعات طويلة. والله هذه قصة كبيرة، من يرات صرفتك بال وين الدولة وين الحكومة؟ الحكومة قداش وعدت مرة؟ ما فيش ضي مقارنة بالدول الفقيرة، ولا احنا شو المصانع اللي عندنا احنا تشتغل ولا الضي اللي عندنا مقارنة بمصر وتونس؟ احنا أكثر منهم عدد سكان، مليارات تصرف وخلاص. توالت الحكومات واستمرت الأزمة التي عجز الجميع عن وضع حل لها،
ليبقى المواطن في مواجهة البرد القارس وضجيج المولدات. ولا تسمع فيها طلعت انت بروحك كيف تضي، درجة حرارة نقطة من صفر، ونعانوا من غروب الضي 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات تعبنا منها الأمور الضي. ومع مساع لرفع القدرة الإنتاجية بإدخال محطات جديدة على الشبكة الكهربائية، يظل أمل المواطن أن تزول هذه الأزمة ويهنى بحياة آمنة كريمة. رغم وعود الحكومات السابقة بحل مشكلة الكهرباء، إلا أن مناطق الجبل لازالت تعاني من مشكلة انقطاع الكهرباء لفترة طويلة. أسامة ساسي، قناة ليبيا الأحرار، غريان. بهذا مشاهدينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية النشر. أما الآن نترككم مشاهدينا مع أهم ملفات الليلة مع علي نشوان، إلى اللقاء. مستقبل المسار الدستوري وخلاف مجلسي النواب والأعلى للدولة حول ملف تغيير الحكومة وتأثير ذلك في العملية الانتخابية، نناقش كل ذلك بعد فاصل قصير.